وللحديث أكثر عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته المتمركزة في العراق خلال فترة قصيرة، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. سيد زياد، بداية أهلا بك. ترامب أعلن اليوم عن نيته سحب مزيد من القوات المتمركزة في العراق، وهو ما وافق 11 من سبتمبر. هل من رمزية لهذا الإعلان وتوقيته؟ نعم، تحياتي لكم ولكل مشاهديكم الكرام. ترامب في سياق حملته الانتخابية وفي سياق ذكرى 11 من سبتمبر أعلن اليوم عن سحب قوات، وقبل هذه المدة أيضا هناك قواعد بالكامل أغلقت في داخل العراق، لكن كل ما يجري الآن من أحداث سابقة والآن لاحقة لا علاقة له بالقرار العراقي ولا له علاقة بالسيادة العراقية، وليست الحكومة العراقية معنية بهذا الأمر. الانسحاب هو قرار أمريكي وهو تكتيك عسكري. نحن لا نترجى شيء من القوات الأمريكية التي مهدت وسلمت العراق على طبق من ذهب لإيران ولميليشياتها، بل قاتلت معهم في تدمير مدن كثيرة منها الموصل والأنبار وصلاح الدين تكريت وكثير من المحافظات والمدن العراقية. ولكن بنفس الوقت الحقيقة هذه الإجراءات هي إجراءات أمريكية. المرحلة الأولى كانت الانسحاب من قواعد معينة حتى لا تكون تحت مرمى الميليشيات، وحتى لا يتم تصعيد عسكري ما بين الميليشيات وما بين الولايات المتحدة. أما الآن فهو قرار يخص الانتخابات الأمريكية أكثر مما يخص العراق والوضع العراقي، كون الحكومة العراقية آخر من تعلم وليس لها علم بعدد القوات المتواجدة في العراق، وليس لها علم في من يدخل ويخرج من داخل العراق من القوات الأمريكية. نعم سيد زياد، أكثر من مرة تخرج تصريحات أو تسريبات عن سحب القوات الأمريكية من العراق، باعتقادكم ما هو الجديد هذه المرة في إعلان ترامب؟ ترامب في مرحلة مهمة في تاريخه السياسي، هذا الشخص تاجر مستعد أن يتاجر بأي قضية تخدمه. اليوم تاجر في القضية العراقية وهو محل نزاع وصراع في أمريكا منذ سنوات طويلة، لكن المحصلة هي واحدة وهو الاتفاق إذا كان ديمقراطي أو جمهوري على تدمير العراق وعلى تسليمه إلى إيران، ولكن اليوم هي مزايدات انتخابية أكثر مما هي قرارات استراتيجية تهم الولايات المتحدة، كون الانتخابات خلال أشهر قليلة وكون الاحتدام الانتخابي كبير في داخل الولايات المتحدة. استطلاعات الرأي اليوم متقاربة، الكل يبحث عن مكسب ولو وهمي من أجل إقناع الناخب الأمريكي بأنه الأفضل، ولكن ما يهمنا نحن كعراقيين ومتابعين ومحللين بأن تلك القرارات ليست قرارات مهمة أو استراتيجية، فالقرارات المهمة الاستراتيجية انتهت مع انتهاء القوات الأمريكية وقوتها على يد المقاومة العراقية سابقا، واليوم العراق هو وصمة عار في تاريخ أمريكا والسياسة الأمريكية، وهو ما اعترف به ترامب بنفسه عندما قال بأن احتلال العراق كان من الأخطاء الاستراتيجية، وأصبح بايدن وغيره من الذين صوتوا على هذا القرار محل الحقيقة انتقاد واسع لدى الأمريكان أنفسهم. سيد زياد، ما هي الأهداف التي يتطلع أمريكيا إلى تحقيقها من وراء اتخاذ هذا القرار في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة من عبث إيران بالملاحة الدولية وتهديد دول الجوار، إلى جانب عودة العمليات الخاطفة لتنظيم الدولة داعش؟ الحقيقة نحن لدينا مخاوفنا كعراقيين وكمتابعين من عودة الهجمات الإرهابية لداعش وغيرها، وكذلك النفوذ الإيراني المتغرغر في داخل العراق، ولكن الولايات المتحدة لا تفكر في المواطن العراقي ولا تفكر في الاستراتيجية العراقية، هي ورقة تلعبها متى تشاء، وباتفاق للأسف شديد مع بعض دول الجوار ممن محسوبين علينا، ولكن بالمحصلة النهائية أمريكا تحرك خيوط اللعبة وفق ما مصالحها الشخصية بعيدا عن الأخلاق وبعيدا عن حربها المزعومة ضد داعش. فلم يشهد العراق كما يعلم الجميع
شيء اسمه داعش او جماعات مسلحه قبل 2003، ولم نشهد ميليشيات، ولم نشهد ايضا نعم وجود ايراني على ارض العراق، لكن اليوم نشهد كل شيء بمعيه وموافقه واشراف الولايات المتحده التي قاتلت في السماء، والتنظيمات المسلحه التي تدعي انها تحارب مثل الميليشيات كانت على الارض. نعم نبقى في موضوع القرار سيد زياد، لكن نتداوله ونناقشه من زاوية مختلفة. إلى أي مدى ترى أن الإعلان يرتبط بشكل أو بآخر بالدعاية الانتخابية الأمريكية ووعود ترامب بتخفيف الإنفاق العسكري لضخ هذه النفقات في فرص عمل في داخل الولايات المتحدة؟ لا شك بأن جائحة كورونا ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي الأمريكي، واليوم المواطن الأمريكي الذي مقبل على الانتخابات يريد شيء يجعله يطمئن نسبيا بأن الرئيس القادم يعمل لأجل الولايات المتحدة ويعمل لأجل الاقتصاد الأمريكي المتهالك والذي فاقت ديونه أرقام فلكية. اليوم يحتاج المواطن الأمريكي إلى أن يوفر قوت يومه. هناك حقيقة مشكلة اقتصادية كبيرة ليست في الولايات المتحدة، حتى في أوروبا وبقية الدول الأخرى أنهكت هذا المواطن، لذلك يحتاج إلى أن يسمع من ترامب بتخفيض الميزانية العسكرية، نعم يحتاج إلى أن يسمع عن عودة الجنود حتى ولو لم يطبق ذلك الأمر. فكثير من تصريحات الرئيس الأمريكي الحقيقة غير واقعية وغير مقبولة، وربما قسم كبير منها تم نفوه من قبل البنتاغون الأمريكي وكذلك من قبل بعض الوزارات الأمريكية، لأن الرئيس الأمريكي يبالغ الحقيقة في تصريحاته، يبالغ في الأرقام التي يذكرها، يبالغ في إيجاد علاج كورونا، كذلك بالملف العراقي أعتقد هناك مبالغات كبيرة أيضا. من فيينا كنت معنا عبر سكايب الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، شكرا جزيلا لك.